قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. باسم جلالة الملك نعلن عن افتتاح الجلسة. قضية عدد 45-2008. فضيلة رحموني بنت عبد السلام متهمة بقتل زوجها المدعو قاسم الميلودي. دفاع أستاذة سمية العذراوي. تصرح المحكمة علانيا ابتدائيا وحضوريا بعدم مؤاخذة الضنينة من أجل ما نسب إليها وتحكم ببراءتها. باسم جلالة الملك نعلن عن رفع الجلسة. محكمة! ما عرفتش كيفاش نشكرك. عمرني ما ننسى خيرك. فضيلة هذا واجب. عرفتك بريئة في أول لحظة شفتك فيها. شفت ساش حد ما جمعك فضيلة. واش عندك فين تمشي؟ خليت بنتي عند الوالدة في البلاد. غادي نمشي نجيبها ونرجع لكازا. نعاود نبني حياتي من جديد. Tu sais, avec ma licence, on peut trouver un travail. C'est un autre délai. ياك الرجل والكلمة ولا لا؟ شوف السي، حنا تبيعنا وتشارينا في 40 نخلة، عندها 20 عام، خضرة بورقة بشوكة وبتمرها. ماشي ميتين. أشوف السي بن عبد الله يجازيك، السي بن عيد. كانت هذيك هي المرة الأخرى اللي سافرنا فيها بحال الناس،
ومالو مسكين دار كسيطة مرض ومات شي ست شهور هادي. مسكين حتى هو الله يرحمه كانت غالبة عليه الجهد. ياك بنيتي كانوا ديما عينيها زركين عمر النهار البيض ما شافته معاه. اللي دعى بالقوة يموت بالضعف كنزة. الحسن والحسين معاونيك شوية على الزمان. اش غنقول لك بنتي يا فضيلة عاوين العدو صافي. ياك الحسن تبلى ليا بهذاك الهم اللي سبيتو الحشيش ولا مقلوب ليل ونهار. ايوا الحسين مسكين راه خدام عند هذاك بويدية الله يرضي عليه. شكون بويدية؟ بالعيد ما قلتيش عليه الصور؟ السبلة يا دربعين نخلال اللي بعيد المخزن راني بعتها لك هادشي اللي عطا الله. ماشي شغلنا غنسرقهم. شغلك هذاك. هذا ما يتخلص حتى يجيب الخمسة الباقيين. سيخرج عليا ربي كبير اسي بلعيد. خرج عليا كبير اسي بلعيد الله اللي كيخلص. هذاك اللي كانوا يسميوه شفر البهايم عقلتي عليه؟ ايوا لالا غبر مدة من طوار من يسولوا عليه الناس قالوا راه مشى للطليان هو دار شلا فلوس ودخل الدوار. من نهار اللي دخل الدوار بنيتي يا فضيلة اقلب هالدوار سفاع لعله ما عرفنا فين منشدو. ايوا الباتول دوب علينا وجيو علينا من نهار جعبوا يدي الدوار خلق عندنا الرواج. او ياك الدراري كانوا غير كيطرطخوا في صباعهم منشورين في الجنانات بلا شغل اللي رجع بويديا خدمهم وبالثمن. واش غنقول لك اختي يا كنزة انا هذاك الراجل عمرو ولا بغى يدخل ليا الخاطر لا هو ولا خدمته ولا فلوسه. ماريا مالها غير ساكته تبدلت بزاف بحال تقولي هزيتي بنت وحطيتي وحده اخرى. وانتي كتشوفي يا بنيتي ما خلينا فين ديناها كل واحد واش كيقول شي تيقول مسحوره وشي تيقول مشيره وحتى طبيبه بنيتي ما قضى فيها. اي والله يهديك انا الرقيق ارات كنا باغا غتزوج وانتم ما عرفتو ليهاش. تزوج وجدتي للراجل؟ ايه يا بنتي نزوجوك ان شاء الله ونديروا لك العرس ونتبعوا لالا الباتول. ايه ونتبعوا لالا كنزة. لا واخويتي انا باقا صغيره باقا ما شفت ما تشوفت سبقوك تي الاولى بعكره. ايه لا لا بصح خصك راهي مزال ولا شي حد مناسب ما كرهتش ديري ولا كاديري الله يعينا. لا يا بنيتي الله هادشي كاع واقع عليك قتيله وحبس ومحاكم وانا كنكون نعمه وكندوز الماء وما جايبه للدنيا اخبار ولكن واخا هكا قلبي ما كانش هاني كنت فين ما كنتلقى محمد مول الطوموبيل وكيقول لي ما كاين اخبار على بنتك رجع وانا كبتي كتقطع. ادبسك معايا امي اسمحي لي تصيرت وبعت البهايم وكريت الكوري البوديه داروا مغازه ودخلوا فيه السلعه وبدا كيخلصني من الشهر الشهر. قولي لي يا بنيتي اش ناويه ديري دابا؟ غادي نرجع للمدينه نقلب على شي خدمه اخرى ونشوف شي دويره نستقر فيها. ما بقى لي دابا غير امل. نوضي بنيتي نوضي نوضي ترتاحي ما داسش على قليل نوضي تنعسي ودي بنيتك تنعس نوضي. أمل أمل هذا مسمار طرقنا يلا ارى رشي قارو عشان شاف you
هيا سمعتي شي حاجه؟ سمعت والو؟ فضيله اركبني سيم الصباح انتي ساكته راك تخمي ديك المكازه اللي كاري البويديه عارفه شمن سلعه حاطلك فيها؟ الله اعلم بنيتي، انا اللي بيني وبين بويديه هما دوك الريالات اللي كيعطيني من الشهر الشهر، والشهاده لله عمرو ما عطلهم عليا، كيخلصني الشهر بخوه. بالسيف ما يعطلهمش عليك، راه كينزلوا عليه فلوس بحال الشتا من التجاره في المخدرات اللي معمر بهم كراتون حاطهم لك تمانيه. مخدرات؟ تيش كتقولي؟ ايه لالا مخدرات، وشهم بعيني البارح في الليل. القضية وصلت لهذا الحد ما بقى سكوت. امي شنو مخبية عليا؟ انا بنيتي كنت مخبية عليك، ودابا جا الوقت فاش تعرفي كل شيء. وبا قبل ما يموت دخل مع بويدية في مشروع خرج منه خاسر وغارق ديونات، وملي بويدية زيرنا على فلوسه وبغى يدخل باك للحبس رهنا ليه القصبة. من داك الوقت وحنا مديونين، وملي تزيرت وعدتو بالبيع. البيع؟ واخا. اي خط 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 اي خط اي خط خط. هاد حمزه هذا خرج معاك كسكيبوه، وكون ما كانش راسو قاصح كون راه باع علينا هاد الخيل، راه شبعت ركوب. وي على انت كتركبها التامي؟ انا ربا راه كان سبيسي عند القيد عمر العود ما خطا. ايوا باقي عندكم العود؟ هات مسكين. لا ايوا علاش كتركب دابا؟ علاش كتركب انت؟ على الطوموبيل. ايه يلا يلا. التامي ما قلتيش لي شكون اللي عور لك العين؟ ولدي حمزة امي عاجي تشرباتي واخا لاسي محسن محسن وليدة يا ولدي قول لي يا ولدي تامي والمكي كانوا عندك؟ تامي والمكي؟ اي رجعوا يديرونا ياك ما حاولتش انا نرجعو لك شي ديالهم القديم والله العظيم يعاودوا يقربوا لهنا حتى نعطبهم. لا وليدي لا ديهاش فيهم، ما هما كلاب غير خليهم ينبحوا حتى يعياو وجلسوا عند رجلين سيدهم بويديه. ما انت راك راجل ومن ظهر راجل ولد الشيخ ميمون اللي كانت كلمته كتحكم وكتفصل في الدوار. الله يرحمه الله يرحمه، عندك الحق امي. هاك ولدي اللي خطيك عليها. الله يرضي عليك وليدي، وتهلا تهلا في الخيل ديالك منها عايشين حنا باش ما تحتاج شي لبويديه وكلابو. ها تكون يعني يا ام قاعد قال لك واحد اخر مشى عند الطبيب قال لي ودنيك دخل لي الماء، قال لي صاحبو دخل لي الدوكري. اه حبيبي شديتو خلص يا حبيبي خلص يا حبيبي. قال لك هذاك دير واحد سطاتي حتى لا سطاتي هذيك كيعرفها بلي جيب لي. قال لك هذا قال لك هذا واحد الحين عنده واحد المقال ابخي حمرها يا عطر يا حمرها يا حمرها تطلقت عليه. انت
الشيخ بداو يجيو انت هاد الشيخ بداو يجيو واش تك جيتي غير وحدك وفين بقات اختك شكون هادي شكون هادي فضيله بنت كنزه والحاج عبد السلام فضيلة بنت عبد السلام كيفاش حتى دخلتي لهنا سول العساسة ديالك العساسة هاد الشي لقيتو مازال فايقين زعمة كبيرة هادي جيت نقولك جوج حاجات خوي المجازة ورد الدار الوالدة ولا كتسال شي حاجة غادي تاخدها وفوق منها الله يرحم الوالدين اش قالت؟ قالت لك خوي الماك خوي الماكازا وعطي لامها السوارت ولا كتسال الله يرحم الوالدين فضيلة فضيلة حشومة حشومة هاد الزين كله يبقى مخبي ورا التام انت خصك تدخلي من الباب الكبير واللي طلبتيها تنفذ وما يكون على خاطرك هادشي اللي كتفكر فيه يقدر يوقع في حالة واحدة اللي هي ملي تكون ناس كتحلم اش باقي عندك ما تقولي تكلمي انا كنسمع داك البلالي في المجازة غدا ندير راسي ما شفتوش تيبان لي ما كتعرفينيش مزيان هاد المره فوتت عليك المره الجايه تدخلي لداري بلا شواري غادي نقطع لك رجلين سمعتي وقيل انت اللي ما كتعرفنيش مزيان انا والحقره عمرنا ما نكونوا خوت وزيدوا المخزن في البلاد وقد اعذر من انذر برافو عليك ايوا هانت رجالك حافظين صورهم الأرض سمعوني مزيان اش غادي نقول لكم حلو ودنيكم مزيان اش كاين تكلم بقي سدونا في حالهم ديالهم تامي مكي شبال فين هو داك شبال لا لا سبلي صباح الخير واش انت اللي كاري هاد المكازا هي انا عندنا واحد الامر بالتفتيش مرحبا تفضل زين كتأسفو سي بلعيد على هاد الإزعاج اعتبر هادشي اللي وقع مجرد تفتيش روتيني ماشي مشكل مرحبا بكم وقت اللي جيتو تلقاوني موجود
انا متاكده بلي المكازا كانت عامره بكراتن. امي قولي لي، قولي المكازا كانت عامره بكراتن. واش شفتي لاله كنزه؟ لا سيدي انا ما شفت والو، انا هي اللي عاودات لي. بسجل مركز كتبي البالغ ديالك. قلت لك ما كتعرفينيش مزيان. كاين واحد الكار مع العشرة، ما نبغيكش تفلتي. تعرفي بلي باعي خرج السلعه من المكازا. فراسك الخبار مشيت تشهد معايا؟ شوفي من الاحسن ما نبقاوش هنايا، نجي معايا ونشرح لك كلشي. يلا عليه كان ظريف ودخل سوق راسو والله يعمر. هذا شنو وقع بعد ما حرق؟ وغالبا حرق طليان. دار الفلوس، دار الفلوس بزاف باش الله اعلم. بعد ما رجع اول من قصد قصد الوالد الله يرحمه. الوالد كان هو الشيخ ديال الدوار، قال له خاصك تعاونني وندير وليد في اليد وغادي انفيستي ونبني مشاريع في هاد الدوار. الوالد تاق به. ديك اللحظه بدا كيدور بالوالد، كيدور به حتى دار له القصبه. واخا الوالده قالت لي بلي باش راها منه، لاني انا متاكد بلي تفلى عليه وخذاها. داكشي علاش الوالد مات بالفقصه. يا خويا هادشي كله شادو في قلبك وساكت باز لك وحق الله تدمك بارد. زعما شكون اللي قال لك انا بدمي بارد؟ شكون اللي قال لك انا ساكت؟ انا هي كنستنى الفرصه باش نحط الطوح حب وتبان. وليني ما تنسيش بلي ولدي ما ساهش، وهادشي اللي وقع هاد الصباح يبين لك شكون هو، وانت خاصك تحضي راسك. مالك الوالد؟ الشفارة وليدي، الشفارة الشفارة. واخا وليدي شوف وليدي، شوف 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 كريتو لينا الدار، شوف كي داروا لي لهاد الحالة هادي. منين غنداها؟ منين منين كي غندير لها؟ اسيدي يا ربي، اسيدي يا ربي. الله يا ربي الكلاب، انا عارفهم علاش كانوا كيقلبوا. شوف وليدي الا كيسالوك شي فلوس عطيها ليهم. علاش كانوا كيقلبوا؟ هادشي هو اللي كان معمر في الكراتين اللي كان مخبي في مكازا عندنا. انا كنت مخبيه باش نواجهو به، ولكن لقيتو ماشي دليل كافي. السيد فرعن وحتى المخزن ديال هنا ما بقاش قاد عليه. رد من الدوار ديالنا عباد الله قلعه كيخبع فيها كاع داك البلاوي اللي كيجيبو من جنوب افريقيا مسروقين، ذهب كوكايين حشيش. كانت كيجيبوهم هنا ومن هنا كيديهم لاوروبا. كان داير راسو زعما كيخدم السياحة ديال البلاد ولاد البلاد والناس ديال البلاد، هو كان كيقرض فيهم الطرف بالطرف بالطرف. عرفتي اش غدير؟ خليني دابا نرجعو لك. ما فهمتش. غير تيق فيا، أمانتك غترجع لك. واخا ولكن حضي راسك، بوي ديالها ما ساهلش. بلاتي تخبعي مزيان، حضي راسك. خافش عليا. خا وليدي واش انا امك ولا عدوتك؟ ياك دويت معاك قلت لك بعدي من البلا لا يبليك، وليش باقا غازايده فيه؟ عندك الحق، هذاك الشيء اللي وقع اليوم حل لي عيني على بزاف د الحوايج. هي بنيتي ومالك على هاد الحاله؟ تمسختي ومسختيني معاك في الدوار.
وليت كون لقيت الارض تشق وتبلعني. رجعت للدار وانا كنعتر في جليلي. كيبان لي ما كتعرفينيش مزيان. هاد المره فوتت عليك. المرة الجاية تدخلي لداري بلا شواري غادي نقطع لك رجلين. يا قلت لك ما كتعرفينيش مزيان. كاين واحد الكار مع العشرة. عمركش شفتي. قال لي ملي تيكون الحال برد قال لي يلاه حتى جهنم. كيف خطيت نهار المكازا؟ اما نهار دخلت المكازا وما لقيت حتى حاجه راه بغى يعقلها بغى يخرج تمت خارجه كتجري والناس مسموعين. والله تسرتو والله تسرتو انت كنتي انت تعرف كيفاش تقول لي انت ربي انا صغرى ويمشي الجدار بيتها ويقول لي بوبلا انت لا تنزل شفتي شي حاجه هي تقول لي انت هي لا ويلي لا ويلي شفتي حاجه ولا تعطيني لعبه هادي لا كحله هادي زيلا جاكشي برك كتعقلش على سلاتك هذا هو السم باش بليتي ولا الدوار هذا غير الشانتيون اللي وصلني الماء يوصلني العين وليك ما تقتي براسك أم دافير لي بروجي توريستيك انا راه ما جاي لا نحاكمك ولا نتحاسب معاك جوج الحوايج وحده عليا وحده عليك تكلمي نسمعك جوج حوايج الاولى عطي لامي التقار رد لها المكازا والدار كل شيء الثانيه غدا تلقاني في كارد العشرة ما غداش نزل جلس الأرض أنا ما غاديش نأديها ولكن هي بنت الحرام ما كتهجمش شحال من مرة قلت لك ما كتعرفينيش مزيان ما كتعرفينيش مزيان التراب ملي كيتحرق العم شي كيعطي الغلة حسن وانا بحال هاد التراب راسي قاصح ودابا جدوري عاد زادو كلهم صعيب عليك ابو يديا باش تقلعهم حدك الدم ابو يديا حدك الدم فهمتي حتى تزول الشيخ بعد لي بطريقي يلا ادفعوا العافية ادفعوا العافية وما تخلوش لها العطر يلا الدراري ردوا بالكم العافية تبقى تحت الرماد وإلا مشات حتى شعلت غادي تحرق اليابس والخضر كنقول لكم يلا يلا ألفا حياة انت حياة أنا يا سيد لا تغير واش حماقيتي الناس ديال الدوار غادي يخليو بويدي ويتبعوني انا وياك ما كلشي صالح كيغوت
باتول كتغوت، حسين كيغوت، وانتوما كتغوتوا، الدوار كامل كيغوت. قيل حتى انا كيبان لي غنبدا نغوت. هادشي اللي قلنا من الصباح، الدوار كله غادي للهاويه. خاصك تعرفي بلي داك الحسين غادي يقتل امه بالفقصه. انا غادي نمشي ندوي معاه ونهضر معاه ونشوف اش غايدير، على الله وعسى يرجع للطريق. والحسن النار وما طال وبالحشيش داك الدمغ كله معمر. شتي بويدي اش رجع من الدوار؟ شي هبيل وشي عطا غير الحشيش وشي خارج على القانون، واللي بقاو حاطين يديهم على خدمهم وكيتفرجوا. انا غادي نمشي نهضر مع داك الحسين ونشوف اش غايدير. وانت اجي معايا نهضر معاك. اجي اسي بوديا، تذكر بانني ديما معاك، كنساندك في جميع المشاريع ديالك، كنسهل لك خدمتك، كنغطي عليك. ولكن في هذه الايام الاخيره كثرات الشكايات ديال الناس عليك، وبصراحه راني وليت خايف حتى على راسي. هادشي كله غير هضره خاويه. مزيان دابا كيبانوا لكم غير الشكاوي ديال الناس، ما كيبانوش هاد القصبات اللي صلحت وولاو كلهم دي زوتيل لي جروب توريستيك اللي كندخل الدوار والناس كتمعش معاهم كتبيع وكتشري معاهم. هادشي ما كيبانش. مبانش اسيدي المدرسه اللي كيستافدوا منها ولاد الدوار، البطاله اللي خدمت، الطرقان اللي صلحت، هادشي كلشي ما كيبانش. دوي سعاده القيد. اسي بويدي الله يهديك، راك عارف علاش كنهضر. اسمعني مزيان سعاده القيد اش غادي نقول لك. الا بغيتي تخدم كاين ما يدار، سير شوف هذيك اللي كدور هي ولد الشيخ النهار وما طال بلا حشمه بلا حيا، امها زايده ليها فيه وحال باب دارها العادي والبادي. هادشي ما كتشوفوش، كتشوفوني غير انا. ها العموم انا جيت عندك باش ننبهك، حيت حنا كنا في الهوا سوا، ويلا شعلت العافيه الصهد ديالها غادي يحرقنا كاملين. مشغوليش انايا، مشغوليش حياتي هذيك، نخدم بالليل والنهار، ما فوق حتى واحد فيا انايا. يا ودي دوز تجلس بحالك ما عندنا ما نديرو بهذا الصداع. هذيك حياتي انا. الله يهديك. ما فوقيش وما فوق حتى واحد فيا انا كاع. واجي غير ندوي معاك. دوز تجلس. ما عندي ما ندير بهذه الخدمة ديال الليل، وهاد جوج فرك اللي كيجيو موراهم غير المشاكل. واش عجبك هذا اللي بالك تيتينيني النهار كله هنايا؟ بغيتي تبركيني حداه؟ بغيتي تفضيني ضحكة في الدوار ياك؟ واش عباد الله جوج كيهضر بالحياهم؟ أمهم كتصرف عليهم؟ ولا لا بلاتي حسين اصاحبي، مالك على هاد الصداع؟ مالك اصاحبي فاتح الدنيا الدوار كله نغوتي فيه العافيه، مالك اش كاين؟ اهضر معاه وليدي حمزه، راه ما بغاش يسمع ليا. لعل وعسى يجيب الله التيسير على يدك. انا راه حمقوني هاد الدراري، حمقوني. صافي كوني هانيا امي الباتول، كوني هانيا، انا غادي نهضر معاه. اش هادشي يا صاحبي؟ اش هادشي؟ اش هاد الفضيحه؟ زيد زيد قدامي، زيد اصاحبي وزيد. ها هو حسين زيد، واش ما باغيش تحشم الحسين؟ ما باغيش تحشم؟ ما باغيش تفهم؟ ما باغيش تبعد من ديك الخدمه المشبوهه؟ اسيدي الا كنتي باغي تخدم اجي خدم معايا، نديرو اليد في اليد، داكشي اللي جاب الله نقسمو بجوج. واش كتسطع عليا حمزه؟ هذيك الخدمه قادك حتى انت. وما يخدمها الحمار واللي حرد الجمل دكو. شوف الحسين، قليل ولا كثير، المهم حلال والحرام ندفنوه بجوج ونرتاحو. اش كتقصد حمزه؟ عطاني انديس واحد، شمه واحده، خرج انت من هذا الموضوع. حمزه انا راه ماشي برقاك، ومعمرني نعض اليد اللي تمدات ليا. وانت يا لاله علاش باغي تغوتي؟ على انا باغي نغوت غير اليوم، فين ما نكون بوحدي كنلقى راسي كنغوت، حتى ملي كنفيق من الناس كنلقى راسي كنغوت. وعلاش؟ حيت كنخاف، كنخاف بزاف. مناش كتخافي؟ ماريا شوفي، حنا غير بوحديتنا دابا،
وانا بحال اختك. عاودي لي. اجي اجي. اش مصدع راسك مع هذاك؟ والله ما كاين اللي مهني قدي، وكايش في عالم اخر بوحدي. سكمي وفيق الحسن فيق. بلاش بغيتيني نفيق اخويا؟ اش بغيتيني نشوف؟ اش كاين ما يتشاف؟ خلي عيني مغمضين، بغيت نبقى عايش في عالم اخر. ليه؟ انا ما كرهش نكون عايش في كوبا. عرفتي انا دابا انا في كوبا. تلحق عليا بغيتي الفيزا ها هي. سكمي عرفتك ما غاديش تبغي تلحق عليا. خليك مع صداعك. يا انا اختي فدالة ما بقيت كنثق في حتى شي حد غير فمي. اللي كيقرب ليا كنقول هذا غادي اديني. وشنو اللي كيخوفك في الليل؟ شوف اولدي يا حمزه، اش باقي كتسنى حتى يجي شي حد يطير لك الدريه من يديك؟ على من داويه امي؟ على من داويه؟ على فضيله وشكون من غيرها؟ ماشي كنتي كتبغيها من الصغر باش تجوج بيها؟ شنو امي اللي فات فات، انا ما نقدرش نهضر معها دابا، نستنى الفرصه المناسبه باش نقولها. واش بغيتي تقول لي لا؟ ايوا لا واه وليدي لا واه، ضرب الحديد ما حدو باقي سخون. وانا وليدي بغيت نشوف وليداتك قبل ما نموت. ايوا الله يهديك. حسين ما كاش كاين؟ اش 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 لا 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 زربان زربان مال وحده. جيت على المخزن حدا الكوديا. ما كملتي امي؟ امي مالك غير مغيبه وحتى ما كلتك قلالت هاد الايام؟ عندك تشوفيني ساكتي حساب لك انا عاجباني هاد الحاله. كنا راسو ولينا رجلين، كنزه بنت الدار الكبيره ومرات الحاج عبد السلام اللي كانت كلمته كتهرس حجر. شي واحد ما عنده لا اصل لا مفصل ويمرمدنا في التراب قدام العادي والبادي. انا كيقول لي واحد الراس نجمعو حوايجنا ونباتو نصبحو. انا من مول فاش كنهرب وحقي غناخدو واخا نقطعو بسناني. انا بنيتي ما غنقدرش نخليك بوحدك، الواد اللي داك ما خلاني. داكشي اللي كنت خايفه منه وقع واللي عطى الله عطاه. انا والله ما نسكت ليه واخا يبقى فيه غير عرق واحد كيضرب. مرك عليك بنتي جمعة ما تعشيش. يلا بسم الله.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مشى أخويا، مشى أخويا، أنا اللي قتلته، أنا اللي قتلت خويا، 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 أنا اللي قتلت خويا. أحسن، أحسن، أحسن أقول لك. أنا اللي قتلت خويا، أنا اللي كنت ندير ديك الخدمة وخليت خويا يموت فيها، أنا اللي كنت ندير ديك الخدمة حسن، أنا اللي استحق الموت، ماشي هو، أنا اللي قتلت خويا حسن، أنا الكبير، خليت خويا الصغير يمشي لحراسو للعافية باش يجيب لي ما ناكل وما نشرب وما نكمي، أنا اللي استحق الموت. سيبي راه الناس كيتسنوا وحشوم. خدي من عندي القرآن. شد راه غير خلفت عليه. يلا سير سير دي ودي راه غيبردات. ها سير غيبردات. واخا بارك فراسك. بارك فراسك. المعلم راه كيتسناك على برا. غير هنايا في الباب. بارك في راسك. الا خسرتكم شي حاجه انا موجود. قول الوالده الحسين ما ضاعت فيه بوحده حتى انا ضاعت فيه. تقتل الميت وكتمشي في كنيسته ياك. هاد المثل قولو لراسك. الراجل ما كيتخباش ورا لحيتو ويدرك بالعيالات. Thank you.
سير الله يهديك الله يهديك. نطيح نسوما يطيح الكياز ها اللي يسحب ليا بلا معايا السبوعه انسى معايا المشاجر كلكم كيادة جات مرا ها ومرا زي زعاف الدوار كله بيزداني هنا كاع انجابني انا الدوار كاع اش عطاني هالدوار اقول انت اش عطاني هالدوار إيه أنا مقطوع من شجرة الأولي تالي والو جابني الدور الله يهديك ملي كنت صغير كنت كنضل نتلاوط انا في الدوار اللي شاط لي شي تكسيرة ديال الخبز عطيها لي اللي شاط الحليب على ولدو شي كسوة مقطعة عطيها لي يلبسها لي هذا مقطع من شجرة تمانا خدمت عقلي وقلت لا دال الضعيف ما عنده عيش في الدوار والله الضعيف ما يكد يعيش في الدوار سولوني هنا ايش هندير انا نحرك انا نحرك احركت للخارج وخليت ما بات وشريت ولكن رجعت للدوار ورجعت بالفلوس صحيحة بالفلوس صحيحة أنا اللي صوت هاد القصبات كله أنا اللي دخلت التوريس للدوار أنا ولكن كل شيء كيشوف فيا بالعيد المكروه المنبود بحال شي كلب مجرى انا لكن معليش يتفرجوا يا تفرجوا الله يهديك يقول الشيخ يقول لهم يزيدوا في الصوم ينط ناس الله يهديك نور اقول الشيخ يزيدوا في الصوم المكي دوز ندور نهبطهم كالي من هنا كالي من هنا سير ليك احلى هادي تاني الشيء اللي قلتي لهم انا قلت الجدر ملي جوج كلمات خويا مات مقتول وحنا ما شاكين حتى في شي واحد وهما يديروا خدمتهم لا 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 ولدي مات مقتول ما تقول لي حتى حاجه ولد قتو باين حنا عارفين والدوار كله عارف وبركه ما تعموا على الحق حمزه ما تعاودش تبدلي هذا الموضوع لا نيت نبقاو ساكتين ياك والحاج بالعيد حاج بالعيد جبتك واحد الخبار شناهي هذيك فضيله مع ولد الشيخ دابا كان كيدوي على قضيه الحسين قال لك راه داست بيضه
كيفاش بيضاء؟ العمارة الجدارمية ما لقاو عليها من يحطوها، قيدوها ضد مجهول. بارك الله. يلا سي زيد زيد. ها اجي اجي. شمن خبار جايب تاني هاد الصباح؟ ترى غير قالت لي جماعه قضيه ديال الحوسين. ايه؟ الجدارميه ما لقاو ما يديروا فيها قيدوها ضد مجهول بيضاء. امتى شتي هاد الخبر؟ اليوم الصباح. اليوم الصباح. مسكين سير سير جيب شي خبار مزيانه سير. اجي اجي. منين انت كتعرف هاد الخبارات هادي كلها؟ قول لي شكون عور لهذا عيني؟ ديجا هذا كان باغي نموت. واسير درك عليك مرت. تلوط لي جيت الباب ما تليش عرفتو دخل ولا خرج ولا ها انت هاو ما كنت كتلوط لي هنا بحال شي شفار ياك لاباس جيت نرجع لك هادو جاو قلال جاوني باردين ما خدمتش فيهم يا ناوي ترجع تخدم ولكن دوك القيادر ديالك حتى واحد ما يتحكم فيا هادي الاولى والثانيه ما تضيعنيش في حقي مزيان كون ما حبستيهاش كنت غادي نقول شفار قمار منافق وانا عادي بك عشيشي من اليوم حلفت عمر ما يعاود يطيح في امي على قلة اللي كميو اخوك اللي مات عندك الخيل غزالة شكرا اجي زعما كتقدر تعيش من هذا الشيء ما خص خير الحمد لله خدمتنا كلها مع لي زاجونس واخا هما شي شويه كيتشرطوا علينا ولكن ما خص خير واجي ندير يدي في يديك ونديروا شي افير انا فايت لي خدمت في اجونس توريستيك كنعرف نتعامل مع التوريست كرهنا معالي لونغ ما تحقرنيش تبارك الله عليك ما عندي ما نسالك ولينا قبل من هادشي اجي تعلمي تركبي العود ومن بعد نهضروا على لي زافير مستعده واخا عمرني ما درتها ما تخافيش هادشي اجي جربي ما تخافيش انت ديري رجلك هنا ما كانش عليا نلبس سروال مزيف معليش معليش
اهلا اهلا بلاله كنزه. تفضلي تفضلي ارى الكرسي، جيب لي الكرسي. مرحبا مرحبا، تفضلي. ياك ما كاين باس السي بويديه؟ لا والو باس. ام اليوم ان شاء الله ما يكون غير الخير، تكون على خاطرك. بسم الله، هذا الكرا ديال المجازة. مجازة؟ اي حقك، حقك ديال الكرا، وتستاهلي وتستاهلي اكثر، وراه بالزايد. احنا واخا كنا متفاهمين على البيع، ولكن الدار راه غادي تبقى دايما دارك، كون هانيه من هاد الناحيه. والمثل كيقول لاله كنزة نيفك منك وخمش دام. اي وانا واحد منكم حقيقه. كيف كتعرفي انت الناس ديال الدوار ما كيرحموش، الدوار ديالنا صغير. ايوا ما فهمتش. لا لا كنزة، انا غادي نتكلم معك بصراحه. بنتك راه ولات دايره فوضى ومشوهه الدوار، هي وهذا كل درقيه، وهذا الشيء انا ما نبغيش لك. وانت راه كاين كنحسبك بحال اختي، جمعي راسك شويه. اسمع السي بويديه، فضيله بنتي وتربيه يدي وكنعرفها مزيان، وحمزه ولد الشيخ وولد الدوار وما بعيد شي من شي. وانا اللي بيني وبينك هي المكازا وهاد جوج فراك. ورد بالك، راه كل شي كنسمح فيه الا بنتي اللي اديها نقطعو بسناني. انا كنقول مال هاد البنت قاسعه، هي طالعه لما من هاد القصين من ديك الشجره. هادو راه خاصنا اليوم شي بلان يكون مجهد. وي ولا تلاقتنا البرهوشه مع البرهوش، غادي نوضوا لينا القوق. صافي دا صار عندك؟ لا لا دابا يبدا يحنقد علينا هنايا دوخ. هاد لعب الدراري راه ما عاجبنيش، كل واحد يشد تيقارو عنده. وانت ولد رقية سمعني مزيان، اللي بغى يشرب يقصد راس العين. من عينك في بنتي وباغيها بالمعقول، جيني للدار وعيب عليا انا رديتك بلاش. سمع يا عم كنزة، انا باغي تجوج بنتك على سنة الله ورسوله الا قبلتي عليا. في الدار حمزة، اول الدار الكبيرة ماشي في الطريق. اشنو زعما هادو ناويين يجمعوا الشمل ولا؟ كاش مشمل الله يهديك، هادوك راه ملي كانوا صغار هما هكاك وكيف عزفوا. ياه اجي هاد التامي، دابا انت قديم هنا في الدوار ياك؟ ياه لا قديم، انا راه تزدت هنا وكبرت هنا وقريت هنا ومن هنا مشيت للعسكر. وشكون اللي عبر لك العين؟
ما كتشوفش بلي زربتي؟ بالعكس، هذا هو الوقت المناسب، انت هي المراه المناسبه ليا، انت بنت الناس الله يعمرها دار، واعيه وحاذقه وقدر الواحد يعتمد عليك. انت ما كتعرفش عليا بزاف الحوايج. انا ملي خرجت من الدوا عارفه فضيله، عارف بلي كان عندك بزاف ديال المشاكل مع الراجل اللي مات، حتى انا كنت خاطب واحد البنت ماتت الله يرحمها، داك الوقت وانا مأزم شتى تايه وما تليتش باغي نتزوج، لاني نساو علينا الماضي فكروا في المستقبل ونجمعوا الشمل. فضيلة، أمك هي أمي، أمي هي أمك، أعطيني يدك. علوي صاحبك حليب ونقي مزيان تبارك الله عليك، ما عندي ما سأل. هذا مسمار طرق معه، اش درتي في قضيه الوراق مع داك خينا؟ اجي شكون داخل المدرب ياك لاباس؟ شتي هذيك الحراميات ديالك وديك القوال براحنا عايقين بيهم. سامي الأمانة ديالك، خاصك تدور بجنابك، ريحة الغدر راه عطات برافو عليك مزيان. سامي وزيد قول لي باقي شي حاجه؟ واش درتي في هذيك القضيه اللي وصلت عليها يومين؟
وهنا كقلب ديك الارشيف على ديك العدد وجدتو لك نعمس. هلا هلا مزيان تبارك الله عليك. دابا العرس غادي زيان مزيان غادي زيان. كلكم مجموعين هنا ها؟ كلكم وانا مفراسي ما يتعاود. وليت انا براني في الدوار ياك ها؟ تعرسوا بلا اخباري وبلا بيا مزيان. انت ولد الكبير ياك، انت اللي دخلت لك الموتور ديال الماء للدار ها؟ كاين ولا ما كايناش؟ شكون؟ المكي؟ ايه شوف، ماشي هذيك هي عائشة اللي خدمت ليها ولادها؟ وهي هذيك. تبارك الله على با الفقير، تبارك الله عليك. ياك أنت اللي قومت ليك العرس ديال ولدك، ورفعت ليك راسك قدام الجيران وقدام نسابك. كاين ولا ما كايناش؟ مزيان. وزعما حتى شي واحد فيكم ما تفكرني، ما قال الكبير ديال القبيله ما كاينش ها؟ ولا وليت انا دابا مكروه؟ ولكن معليش، الكبير ديال الدوار برك على نفسه وجاب له عرضه، ولكن كيف العاده وكيف كتعرفوا ما جيتش بيدي يا خاوين ها؟ جاي بيدي يا عامرين. شكون شي واحد فيكم اللي قاري شي شويه هنا ها؟ اجي انت حل الجورنال وقرا داكشي اللي فيه، وسمع الولد الشيخ باش يعرف العروسة ديالنا بنت الأصل والمفصل. بدا من تما. هذا وقد استيقظ سكان البيضاء ونواحيها على جريمة شنعاء. بارك يوم الله. صافي زيد نقز السطر الخامس. حيث وجدت الضحية قاسم مطعونا بآلة حادة وبطريقة وحشية من طرف زوجته فضيلة بنت عبد السلام التي ضبطت في حالة تلبس، وقد أحيلت القضية على قاضي التحقيق واعترفت المتهمة بجريمتها الشنعاء. صافي بارك لك سير دقلص. ايوه شكون دابا
اللي خارج على القانون في الدوار شكون؟ انا ولا بنت كنزة؟ ها؟ ادويو يا الدوار الناقص، اتكلموا مالكم سكتوا. غادي نقول لكم واحد الكلمة، انا غادي نمشي في حالي، انا غادي عليكم ما نخليكم، ولكن كنحلف لكم بالله الا لقيت شي قندوح هنايا راه ما يلوم غير راسو. يلا سيدي بحال الحمد لله اللي ما خبيت عليك والو. بقى تابع الوالد تغرقوا ديونات وخذ رزقه وخرج عليه وقتلوا بالفقصة، ودابا شوهني في عدسي عدسي الدولية قلازة. بغيتي نسكت سكت كنش كنش ندوزو له هاد الليلة والضربة الكبيرة جاية. حسابه عندي، انا اللي غادي نتولى، انا خارج منه البالي والشديد. مبارك عليك من البرد، يلا ادخل.
نوض قاعد نوض قاعد انت قاعد سنانو ما كاينش شي ونوض العافيه العافيه شعلة ايه العافيه شعلة ليش والعافيه في المقازه شعلة اش هادشي كنسمع ها قال اش هاد الريحه اش كاين العافيه ما العافيه شعلة في شعلة فين في المقازه ديال القصبه هنا اش واقفين كديروا قدام جري خرج للصراحه غادي تعرف اجري كلام كفو ما تسالك النهار الاول كنت عارفك مراه قاد اجي داك الكراطن كله محشيش حشيش حشيش دقه صغيره كذا غبره والغبره دقتها صعب تي شنو عندك داك الشكر اوراق المعلومين هذا شوفي ما تمشيش بعيد خلينا نقطع وشك ومن بعد نشوف واش كاين اش غتشوف اش غتشوف وراحت ماشي بنتك فضيله ماشي بنتك فضيله صافي اش بك الحال ياك ها كتعرفي بلي الهاجم كيموت شرع ها انت فين ما تدور لك في الخوت مي جايه هاجمه لي على داري اش كاين اش بغيتي بنتي عطيني بنتي بويديا بنتك وكنتي حاضيه كاع ما تضيع عليك البنت ما دارت لك والو الا عندك معايا شي حساب فضيه معايا خلي عليك البنت في التيقار كو كنتي راجل كون صفيتها ليك شحال هادي ولكن قلت مع راسي هاد المشيشة عزيز عليها اللعب ما فيها باس اللعب معاها شوية ها؟ ولكن المشيشة خرجت طفارة وبينت على نيابة ما عمرني كنت باغا نتعدى عليك وما عمرني ما تعديت على شي حد حتى ملي قتلت راجلي قتلته عيب باش ندافع على راسي اما كون قتلني هو كنت جاي ناخذ غير بنتي ونمشي في حالي بغيت نعيش غير في لهنا وما خليتونيش انت اللي تسلط عليا بويديا عمر شي واحد ما مشى عليا كلمته تجي وحده بحالك انت تبغي تقريني ها انا كنت باغا غير نفهمك صافي الهضره سالت هنا الا بغيتي بنتك السلعة والشكارة يكونوا عندي هنا هاد الليلة
نتلاقاو في عين المخزن، ولا لا راه عمرك ما غادي تعاودي تشوفيها لا ميته ولا حيه. الله يهنيك. كم تم؟ كاين لا سلعة ولا شكارة، حتى تجيبو البنت. كتفو كتفو كتفو، ضربو يديا ياك، هادي في عايك ابو يديا، هادي في عايك. باغي تخرج من طريقي؟ ها؟ باغي دير راسك براسي؟ واخا ابو يديا، كتحفر قبرك بيدك، ساعتك قربت. دابا غادي نشوفوا شكون اللي ساعده قربات، واش انا ولا انت. لا 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 توسخش فيك، انا نتكلم فيك، كنت نتسنى هذه اللحظه مش حال هذه. باقي تتجوب تتجوب تتهضر تتهضر. عطيه شي فنوم في هاد الخلا، حتى شي واحد ما غادي يسيق لهم اخبار. بنتي يا بويديا، انت باقي عندك الوقت باش تشوفي بنتك؟ ها هذيك البروشه حتى هي دفنوها معاهم. تغطى تغطى بويديا، جيب السلعه. لا العشره ما تاتينا غير على ولاد الحرام، عدو عدوك واحد وانا تاري باقي ما فرتش. من هذا؟ كتفي كتفي شديتك الكلب، شديتك كره عليك تفتوى مع الاخر. مالكم جوكين عليك لاباس؟ ها؟ واش ما كاين مخزن في الدوار ولا؟ تخرج ليا بنتي وبنت بنتي. انا ما عنديش خيريه هنا، سير قلبي عليهم في الخلا. يلا خبو عليها الجوكه، فرقوا عليها الجوكه. يلا باقي زايد فيها عدو الله، صفيتيها لولادنا بالحشيش وزتي حتى بقتيلت ولدي الحسين، ولكن جا النهار اللي غنصفي فيه الحساب، هو هاد النهار. بدا بيا انا الاولى، علاش انا غنبقى عايشه؟ علاش راجلي غرقتيه بالكريدي وخديتي ليه الارض والقصبه ديالو ومات بالفقصه، ولحقتي ليه حتى ولدي ولدي حمزه، فين درت لي ولدي حمزه؟ قتلتي قتلتي حتى ولدي. ويديا الا مسيتي شعره وحده من بنتي غادي نقطعك بسناني. معذوره مسكينه، قلبك محروق على بنتك، كوني متيقنه بان عمرك ما غتشوفيها. شنو هادشي الحسن؟ واش نسيتي باللي الدم اللي كان تيجري في عروقي هو نفس الدم اللي تيجري في عروق خويا الحسين؟ ويديا انا اللي خططت للسرقه ديال السلعه وديال الكوفره، وحمزه هو اللي نفذ، باقي ما بردش الغل ديالي، باقي ما بردش الجوف ديالي. اسمع بويديا، اسمعني مزيان، قلت السلعه هي سلعه، سلعتك كلها جبناها لك، ولكن غادي نحرقها،
كيما حرقتي قلب فضيلة على بنتها، فهمتي؟ فضيلة أنا خرج عليا السلعة ماشي سلعتي، خرج عليا السلعة، السلعة ماشي ديالك، ماشي ديالك، ماشي ديالك، اسمع الناس، السلعة ديالك ماشي ديالو، واخا واش هاد؟ أنت غادي تشوف، السلعة ماشي ديالك، قلت لك السلعة ماشي ديالك، ها؟ واخا السلعة ماشي ديالك، السلعة ماشي ديالك، السلعة ماشي ديالك، هيدي أمي، هيدي أمي، السلعة ماشي ديالك ياك، ها؟ واخا وهاد الوراق تاهما ماشي ديالك ياك، شوفهم تاهما ماشي ديالك، ها فين غادي؟ هاد الوراق غادي تديوه 30 عام ديال العفو، كلام غادي شوف المخ ديالك غادي نشدو، المخ ديالك غادي نشدو، شدو يديك الله شدت ما سلاح ولا ما سلاح ولا بعد عليك بعد عليك، ما كناش غافلين عليك، اللي حتى ترجليك في هاد الدوار وحنا حاضرين، والفضل كيرجع لحمزة والحسن اللي عاونونا في هاد القضية. ياك نبهتك انت حاس براسك فوق القانون، نسيتي بلي القانون فوق كل شيء. اسمح لي يا شيف، اش كاين بويدي؟ كنتي ديما كتقول لي ما كتعرفينيش، ودابا نتايا عرفتي شكون هي فضيله بنت كنزه والحاج عبسلام؟ هذه الساعه اللي كنت كنتسنى نشوفك مدلول في حل الكم وخنافك اللاط.